السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو سنتطرق للإطار المرجعي الخاص بالمباراة المشتركة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. بالنسبة لهذه المباراة ستتم في حدود 3 ساعات، ويشتمل هذا الاختبار على 4 مكونات. أولا، اختبار في مادة علوم الحياة البيولوجيا. ثانيا، المكون الثاني هو اختبار في مادة الفيزياء. المكون الثالث اختبار في مادة الكيمياء، وأخيرا اختبار في مادة الرياضيات. ويتضمن كل مكون 20 سؤالا من نمط الأسئلة لاختيار من المتعدد QCM Question Choix Multiple. كما أنه يجب أن نشير بأن كل طالب حصل على أقل من 5/20 في مكون واحد، فهذه النقطة هي نقطة موجبة للرسوب. ونشير كذلك أنه لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة في هذه المباراة. بخصوص المكون الأول في مادة علوم الحياة، فهو سيكون في مجالين: مجال علم الوراثة ومجال استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة داخل الخلية. وستكون مدة إنجاز هذا الاختبار في 45 دقيقة فقط. بالنسبة لتفاصيل هذه المجالات، المجال الأول استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة داخل الخلية وبنسبة 20% فقط. بالنسبة للمجالات الفرعية في هذا المجال الأول، أولا المجال الفرعي الأول هو التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المادة العضوية على مستوى الخلية. وهنا نجد مجموعة من المضامين مثل مفهوم التنفس، مفهوم التخمر، وكذلك المراحل الأساسية لانحلال الجليكوز، الحصيلة الطاقية لانحلال الجليكوز، بنية وفوق بنية الميتوكوندري، المراحل الأساسية لحلقة كريبس، السلسلة التنفسية والتفسفر المؤكسد، الحصيلة الطاقية للتنفس، والمراحل الأساسية للتخمر، وكذلك المردود الطاقي لكل من التخمر والتنفس. بالنسبة للمجال الفرعي الثاني، فهو دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة. هناك عدة مضامين مثل المخطط العضلي، الرعشة العضلية، والقزاز التام، مفهوم القزاز غير التام، كذلك الظواهر الحرارية والكيميائية المصاحبة للتقلص العضلي مثل استهلاك ثنائي الأكسجين والجليكوز إلى آخره، المرافقة للتنفس العضلي. كذلك بنية وفوق بنية العضلة، البنية الجزئية للخياطات العضلية، مصدر الطاقة اللازمة للتقلص العضلي، وآلية التقلص العضلي، وكذلك طرق تجديد الطاقة. بالنسبة للمجال الثاني وهو الوراثة، هنا نتحدث عن كذلك مجالات فرعية مثل أولا مفهوم الخبر الوراثي، آلية تعبير الخبر الوراثي، مراحل تركيب البروتينات والهندسة الوراثية ومبادئها وتقنيتها. ونشير هنا إلى أن تلاميذ الفيزياء يجب عليهم مراجعة هذه الفقرة الخاصة بالهندسة الوراثية. بالنسبة للمضامين، مضامين المجال الفرعي الأول، هنا دور الصبغية في نقل الخبر الوراثي من خلية إلى خلية أخرى من خلال مراحل الانقسام غير المباشر عند خلية نباتية وأخرى حيوانية، الدورة الخلوية، الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية، كذلك تركيب وبنية كل من الصبغيات وجزيئة الـDNA، آلية مضاعفة الـDNA، مفهوم الصفة والمورثة والحليل والطفرة، العلاقة بين صفة بروتين ومورثة بروتين، الدلالة الوراثية للطفرة الرمز الوراثي، بنية جزيئة ARN مساجي، الاستنساخ، الترجمة، مفهوم التغير الوراثي، مراحل نقل مورثة، انتقال طبيعي لمورثات أغلوباكتيريوم كذلك إلى نبات، تقنيات ومراحل نقل مورثة إلى بكتيريا معينة، بعض مجالات تطبيق مبادئ الهندسة الوراثية، كذلك الإنتاج الصناعي لهرمون الأنسولين البشري، والإنتاج الصناعي لبروتينات سامة توجه ضد الحشرات الضارة. بالنسبة للمجال الفرعي الثاني، هنا نتحدث عن نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي، وكذلك القوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية عند ثنائيات الصيغة الصبغية. وهنا نشير أن مضامين الفرعية دور الانقسام الاختزالي والإخصاب في تخليط الحليلات والحفاظ على ثبات عدد الصبغيات عند نفس النوع من جيل لآخر، وذلك من خلال الانقسام الاختزالي، الخرائط الصبغية، قوانين مندل، كذلك الهجون الأحادي والهجون الثنائية،
سلالة نقية وسلالة متوحشة، تشابه الاقتران واختلاف الاقتران، يعني يجب معرفة الفرق بين كل هذه المضامين، كذلك التهجين، التزاوج الاختباري، شبكات التزاوج، الوراثة غير المرتبطة بالجنس والوراثة المرتبطة بالجنس، السيادة التامة، تساوي السيادة، مورثة مميتة، مورثات مستقلتان ومورثات مرتبطتان، كذلك ظاهرة العبور وتنوع الأجيال. نتحدث هنا عن التخليط الضم صبغي، وأخيرا الخريطة العاملية. كذلك بالنسبة للمجال الفرعي الثالث والأخير، علم الوراثة البشرية وعلم وراثة الساكنة، هنا يجب معرفة مفهوم شجرة النسب ومفهوم الخريطة الصبغية، كذلك معرفة أمراض وراثية وغير مرتبطة بالصبغية الجنسية، الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغية الجنسية، الشذوذ الصبغي وعواقبه، التأويل الصبغي للأمراض الوراثية، كذلك يجب التعرف على تقنيات لتشخيص الشذوذ الصبغي قبل الولادة وأهميته، معايير توازن الساكنة، قانون هاردي وينبرغ، عوامل تغير الساكنة وتأثيرها على بنية الساكنة، المعايير المميزة للنوع وتعريفه. نشير هنا إلى أنه بخصوص هذه السنة فقد تم إزالة مكون مهم وهو المناعة. إذن بخصوص مستوى التحكم المستهدفة من موضوع المباراة المهارات، لدينا مستويين، أولا استرداد المعارف بنسبة 50% والاستدلال العلمي بنسبة 50% كذلك. بخصوص الإطار المرجعي الخاص بالمواد الأخرى فسأقوم بوضعه على شكل PDF في صندوق الوصف.